من برلين ينضم إلينا يمان شواف مراسل الغد. إذا يمان، قانون جديد سيناقش الخميس المقبل لاحتواء جائحة كورونا، ما هي التفاصيل المتوفرة لديك؟ نعم، قبل الحديث عن القانون دعيني أتحدث عن الدعوة الجديدة لغرفة اتحاد الأطباء الألمان. اليوم دعت فيها الحكومة إلى الاستجابة السريعة والعاجلة لإعادة مجانية الاختبار بعد أن ألغت هذا الأمر الحكومة منذ الشهر الماضي، وباتت الاختبارات لكورونا يتحمل المواطنون تكاليف هذه الاختبارات إلا في بعض الحالات للطلاب. وهذه الدعوة اليوم تأتي بسبب الأعداد الكبيرة، وأن هذا القرار لم يؤتي النتائج المرجوة منه، والتي كانت تأمل أن يسفر هذا الأمر عن أن يكون هناك إقبال أكثر على اللقاحات. بالعودة إلى سؤالك عن القانون، هو هذا الأمر متعلق بخطة الحكومة الجديدة أو تحالف ما يعرف بإشارة المرور، الذي يأمل في 25 من الشهر الجاري أن تغير الإجراءات، أي أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الحالية، وهي حكومة في الفترة الانتقالية لحين تشكيل التحالف بشكل نهائي والإعلان عن الحكومة بشكلها النهائي. ولكن الخطة المقدمة من ما يعرف بتحالف إشارة المرور، الحزب الاشتراكي وحزب الخضر والديمقراطي الحر، هي تختلف نوعا عن الخطة الحالية، وهي قد لا تميل أكثر إلى تجديد الإجراءات أو ربما الإغلاق الذي كانت تلجأ إليه الحكومة الحالية. لذلك سنرى فيما إذا كان البرلمان قد يمرر هذا القرار أو يكون هناك توافق بالأغلبية، ولكن وفقا للمعطيات التي تحدث الآن في ألمانيا والموجة الرابعة التي تضرب بقوة، قد لا يمر هذا القرار. كل هذا الأمر منوط بالتطورات الأخيرة، الدعوات الآن من غرفة الاتحاد الأطباء في ألمانيا إلى ضرورة أن تعدل الحكومة عن هذا القرار والعودة إلى أن تكون الاختبارات مجانية، وهذا قد يسهم في السيطرة على هذه الموجة، وأيضا الحديث عن اللقاح المعزز الثالث وضرورة أن يحصل على هذا اللقاح الأشخاص العاملون في دور الرعاية والأشخاص المعرضون للإصابة بفيروس كورونا. نعم، يمان شواف مراسل الغد كنت معنا من برلين، شكرا لك.